أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة دبليو تي في قناة وطن الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج قابل للاستئناف. كما عودناكم كل يوم جمعة الساعة 6 مساء نلتقيكم، وموضوع مميز، موضوع يمس القانون والمجتمع العراقي مع ضيوف كرام في قناة دبليو تي في. اليوم موضوع حلقتنا راح يكون مختلف، أثار الشارع العراقي على مدى عقود من الزمان، واليوم يثار من جديد موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول زواج القاصرات. زواج القاصرات مثل ما تعرفون موضوع مو جديد على المجتمع العراقي. المجتمع العراقي من المجتمعات العربية القبلية اللي بيها النزعة العشائرية والنزعة الدينية يتأثرون بهاي المفصلين تأثر كبير، وبالتالي نشاهد الفتيات يتزوجن في عمر مبكر جداً. يعني هذا الأمر أثار حفيظة المنظمات الإنسانية، منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية أيضا، يرون أن هذا الأمر يهدم مرحلة عمرية كاملة لإنسان كامل، وهي مرحلة الطفولة، وأيضا أحيانا تتعدى إلى مرحلة المراهقة. الناس بدورهم العوائل العراقية يستندون في آرائهم إلى آراء دينية إسلامية على مختلف توجهاتهم المذهبية، وآخرين يرون إنها اغتصاب للطفولة. قبل لا نروح ضيوفنا الكرام، خلونا نشوف هذا الاستطلاع وراجع لكم. زواج القاصرات من أهم أسباب زيادة حالات الطلاق والمشاكل، لأن بين من تكون قاصرة ما مؤهلة إنه تكون عائلة، لأن ما مؤهلة نفسيا وجسميا. والله زواج القاصرات في العراق ما أعتقد ناجح، يعني فاشل. إذا مثلا هي عمرها 12 سنة أو 13 سنة ما راح تقدر تكون أسرة، صح ولا غلط؟ أنا أعتقد فاشل. طبعا زواج القاصرات يعني حسب الأغلبية ما مرات يكون ناجح وأما يكون فاشل، إذا كان بإرادة الشخص وإنه هو راضي فيه ويعرف إنه نفسه يتحمل المسؤولية وقدها ما بها الشغلة، بس أما إذا كانوا الأهل إجباره على هذا الشخص طبعا راح يكون فاشل، أغلب الأشياء راح يكون فاشل، لأنه البنية قاصرة هي بعدها صغيرة، أهم شيء تفكر بمستقبلها، بشهادتها، بنجاحها، هي أهم من الزواج، وأهم شيء كل شيء راح يكون بالحياة. إذا كانت إن سلاحها هو زواجها ومستقبلها كله يعتمد على شهادتها بالمستقبلية. إذا كانت ناجحة بدراستها وموفقة بكل شيء راح يكون لها حق، لأنه الزواج إنه كانت قاصرة، وإذا كانت كبيرة يعني هو راح يكون إذا الله كاتبه قصاير. أما إذا كان إجبار على الأهل طبعا هذا الشيء مستحيل، يعني راح يكون غلط، لأنه هذا الشيء راح يكون يأثر على حالتها ونفسيتها، وراح يدمر هذا الزواج، راح يكون خلل بين الطرفين، وإنه راح يسوي إلى نهاية الانفصال. شيء كلش غلط، لأن أول شيء بعد ما عمره أصلا سن 18 وما واصلة مرحلة وعي، فحتى إذا وافقت أو أهله وافقوا فهذا راح يطلع آثار جانبية بالمستقبل، يجوز أدي لا نسبة الطلاق بالمجتمع بسبب زواج القاصرات. فأكيد هذا الشيء غلط، لأن حتى سن 20 ممكن مو واصلة مرحلة وعي، يمكن فوق سن 20، والأهل لازم أصلا يتدخلون، إذا ما تدخلوا هذا حصل كارثة للطرفين، الولد أو البنية، إذا قرروا بزواج القاصرات، فأكيد هذا الشيء غلط لأن ما واصل مرحلة وعي، فأهم شيء الوعي بهالموضوع. أهلا بكم مرة أخرى أحبتي مشاهدي قناة دبليو تي في وقابل للاستئناف. اليوم موضوع حلقتنا مثل ما نوهنا هو حول زواج القاصرات. ننوه لمشاهدينا الكرام عندنا آخر ربع ساعة من البرنامج، يستطيع أي مشاهد أن يشترك معنا بآرائه في الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي ضيفي الكريمين، أستاذ حسين ماجد المحامي والخبير القانوني، حياك الله. حياك الله، تحية جنابك الكريم وللمشاهدين الأكارم وبالست سحر الهاشمي الضيفة الكريمة. شرفتنا، حياك الله أستاذ حسين. وأيضا الإعلامية والمحامية ست سحر الهاشمي، حياكم الله في دبليو تي في. حياك الله أستاذ أحمد وأستاذ حسين، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. شرفتونا. طبعا عندي فكرة صغيرة قبل لا نبدي أسئلتنا. أكو مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يا ريت لو زميلنا المخرج يعرض لنا، خلينا نشوفه سويه وراح نبلش باسئلتنا. ما يطلع الزواج دراستي. اوكي، ما بعرف شو سببك. لا انا بعدني صغيره ما اريد اتزوج. ها؟ انا ما اريد اتزوج. شيخ جاي علينا من مكان بعيد. ما اريد. شلون ما اريد. ليش؟ ما اريد. ليش؟ ليش تبارك؟ ما اريد انا بعدني صغيره ما اريد اتزوج. شوفت ما تقتنع هاي انا بخدمتك. فدوى عمرك. شوفت ما تقتنع تقول اني يعني باصرار وباراده
أنا أبدا أزول مصطفى أنا بقدر بتنسى شو الأسباب اللي ما نعتش ما أريد ما أتزوج ليش؟ أكمل دراستي مو هو قال أنا أتعهد أنه قدام الحضور أنه يخليش تكمل دراسة صباح شو عندك غير سبب؟ إيه ما أريد ليش؟ ما أريد يعني حلمي ما شنو حلمك؟ دكتورة. إيه هو راح يصير ليه بدي يصير دكتورة؟ بعد يصير دكتورة ليش هو؟ ماري ماري قال ما تزوج. عمرها شرعا هاي حتى احنا ما ندخل بخطيتها. لا لا هو شرعا ماكو مانع. بس هو يعني شو بدك؟ اوكي شرعا بس هي أهلا بكم مرة أخرى. طبعا هذا الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نبدي بجزئية مهمة قالها الشيخ اللي ظهر بمقطع الفيديو ابتداء مع السائل حسين. حياك الله السائل حسين مرة حياك الله أهلا وسهلا. طبعا حياك الله حياك الله أستاذ حسين. مثل ما شفت المقطع الفيديو المقزز. الشيخ يقول شرعا حلال حلال وماكو مشكلة، بس هو يريد رأي البنية ويريد يأخذ موافقتها. قال لهم أنا إذا توافق أنا بخدمتكم، إذا ما توافق عذروني وأنا ما أقدر. هذا يأخذنا السؤال، هل أباح الدين الإسلامي زواج القاصرات؟ نعم، الدين الإسلامي ما عنده تعارض مع زواج القاصرة ولا عنده أي خلاف مع زواج البنية إذا 9 سنوات أو قبل 9 سنوات أبدا. يعني هسه هي شرعا قبل شوية بس أقدر أقتطع من الاستطلاع اللي صار اللي ظهر. البنية تقول إذا موافقة عادي وإذا ما موافقة. هي طفلة شنو توافق؟ زين. هي ما تعرف شنو تختار، ما تعرف شنو زواج، ما عدا الهرمونات الجنسية اللي موجودة عند أي امرأة. هي بعدها بمرحلة الطفولة، بعدها ما صايرة مراهقة 9 سنوات. هاي بعدها تريد تلعب، تريد تعيش، تريد تدرس، مو مال الزواج، مو مال هاي الحياة الزوجية الصعبة. نعم. إلى 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 صعوبات الحياة اللي نعرفها. فنرجع هاي الطفلة، هاي احنا لو كان عندنا ادعاء عام متابع لحرك شكوى ضد الأهل وفق المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية، من أجبره قاصرا على الزواج غير بالغ حكمه 3 سنوات، وإذا كان من الأهل. أما نعم. إذا من دون الأهل مثل حضرة جناب الشيخ 7 سنوات. احنا يرادلنا أن نتابع من قبل الادعاء العام. الادعاء العام لازم يتدخل بهاي الأشياء، هو المحامي الخاص بالشعب، هو المدافع عن حقوق الشعب. هو هسه هاي الطفلة من اللي يدافع عنها؟ هاي أهلها. ممكن الادعاء العام يصدر أوامر قبض، يقيم شكوى المدعي العام وقاضي التحقيق على وفق المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية، ويروح البيت هاي الطفلة وذولا أهلها يجبرهم. نعم. اليوم احنا نباوع متابعة من قبل الشرطة المجتمعية. اليوم البارحة يمكن ظهر بأنهم منعوا زواج ابنية طفلة 11 سنة أعتقد. هاي بعد اتصال ذويها، بعد اتصال والدتها، هي يتيمة. نعم. الأب جبرا من قبل عمامها. تمام. زين. ترى بالمناسبة الشرطة المجتمعية ما عدا قانون يحميها. زين. ما عدا فد سند. المفروض يتم تشريع قانون العنف الأسري من ضمن هذا موضوع تحديد الزواج، وقانون الأحوال الشخصية يجب أن يعدل. قانون الأحوال الشخصية مصدر من مصادره هو الدين. نرجع قبل 1444 سنة. زين. ما كانت الفتاة بعمر 9 سنوات هيك طفلة. كانت البنية الجسمانية تختلف، كانت العادات والتقاليد والأعراف اللي موجودة بذاك الزمن. زين. كانت سهلة. هي خيمة، عبارة عن خيمة وحياة صحراوية بدائية. ممكن المرأة ما عندها أي طموح، ما عندها أي تطورات، جسمها قابل للزواج تتزوج عادي. نعم. هواية أمور تطورت كانت سابقا مقبولة دينا، ولكن بعدين شوية شوية الأمور بدأت تختلف. هسه نعم. مثلا النبيذ احنا دارسين بالشريعة بالقانون. النبيذ كان ما محرم لأن هو مستحدث من التفاح. بعدين استحدثوا هنالك فتاوى وأشياء منعت وحرمت النبيذ. فاحنا ليش ما اليوم نباوع تصير لقاءات ويا رجال الدين؟ ترى هذا الموضوع مو مال لقاء ونطلع، مو مال لقاء. طبعاً إيه؟ طبعا بعد إذنك، بخصوص رجال الدين، للأمانة الإعلامية اتصلت بأكثر من رجل دين
واعتذر عن الظهور. طبعا رجال دين عاديين، ما أقول لك على مستوى مراجع، لا رجال دين عاديين طبيعيين، قسم أنهم يظهرون في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن للأسف الشديد تمنينا أحدهم يكون هنا موجود وشرفنا، قسم اعتذروا بسبب ضيق الوقت. لا مو ضيق الوقت، ما يطلع، ما نقدر احنا ما يطلع. نلتزم بشيء، انا اقول لك ما يطلع. خلينا احنا اليوم، انا اتمنى سحر الهاشمي بعد ابنه وراجعي لك ان شاء الله. ست سحر الهاشمي مثل ما قال السائل حسين، الظاهر رايه واضح كان، ولا يقول انا ضد زواج القاصرات، وقال بان الاديان ما حرمت هذا الشيء وانما اباحته، وقال بانه يعني البنيه الجسمانيه للفتاه قبل 1400 سنه او 1444 سنه مو مثل هسه. خلينا نتجه شويه نروح للقانون العراقي. هل منع القانون العراقي زواج القاصرات؟ قطعا لم يمنع، ولا يوجد نص عقابي بخصوص زواج القاصرات. وتعقيبا على كلام الزميل الاستاذ حسين، بالنسبه لل المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية اللي عاقبت اللي يكره على الزواج من الأقارب أو الأغيار، ما ذكروا قاصر أبدا، ذكر كان أو أنثى. فالقاصر لا تعتبر مكرهة لأن هي لا تعي الآثار المترتبة على التصرفات اللي تتصرفها من ضمنها الزواج. نعم. الزواج هو يعني تعريف الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحله شرعا، غايته شاء نسل وحياة مشتركة. نعم، إجاب وقبول. بالضبط. القاصر مسلوبة الإرادة، يعني بعدها غير كاملة الأهلية. نعم. شلون يتم العقد بها؟ بالضبط. الزواج، شروط الزواج هو العقل وبلوغ السن القانوني اللي هو 18 سنة. نعم. رجعت المادة. طبعا احنا زواج القاصرات في العراق سبب وجود خلل في التطبيقات القضائية، سبب وجود ثغرات من التشريعات، تشريعات والتطبيقات. استاذ هسه انا اوضح لك شو التطبيقات. نعم، التشريعات بها ثغرات والتطبيقات القضائيه ايضا بها ثغرات. نعم. سالتني شلون التشريعات، عندك الماده الثامنه من قانون الاحوال الشخصيه اجازت لمن اكمل 15 من العمر ان يقدم طلب للقاضي بخصوص يعني منحة حجه زواج قاصر. زين. واذا طبعا بوجود شرطين اللي هي القابلية البدنية. زين. والبلوغ الشرعي. تمام. ايه. وعندك أيضا العقود خارج المحكمة. خلينا واحدة واحدة. نعم. قلتي بأنه يستطيع أن يقدم طلب إلى محكمة الموضوع ويشترط بها لازم القابلية البدنية الجسمانية. نعم. يعني حيلو على الجان طبية وبس يبوا علي القاضي ويطيبوا. لا 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 لا، تقارير طبية تثبتها، تقارير طبية ووجود ضرورة قصوى أيضا لا تنسى. ومع موافقة الولي الجبري، وإذا كان الولي الجبري ممتنع لأسباب غير مجدية، يعني أسباب غير مجدية، فإن للقاضي أن يعني يعطي حجة زواج قاصر بدون إذن الولي الجبري. طيب سحر، هاي الطرق الرسمية، هاي الطرق القانونية الرسمية، بس أغلب اللي نشوفه اللي يزوجون خارج المحكمة وبالتالي يروحون يقيمون دعوة الزواج خارجي ثانية. بعد ما يطلع عندهم طفل أو اثنين. سألتني شلون ثغرة، سألتني شلون ثغرة بالتطبيقات. نعم. القضائية هذه الثغرة الثانية. احنا قانونا زواج خارج المحكمة هو جريمة ومعاقب عليه في المادة العاشرة فقرة 5 بها استثناء واحد اللي مع قيام الزوجية، عندك إذا قام بالزواج من أرملة فقط، أما الباقي يعاقب بالحبس أو الغرامة. لكن توجهات المحاكم للأسف التراخي في العقوبة، أقصد لك التطبيقات القضائية. نعم. التراخي في العقوبة هو فرض الغرامة، يقول لك أنا يدفع غرامة وعقد عادي، يعني تطبيق الحد الأدنى من العقوبة، إجراء روتيني. أي لأنه الزواج أصبح واقع حال. زين. يعني أمر مفروغ منه، أنه هو تزوجه خلاص القاضي يعني شي يسوي له. واضح. فأنه تراخي في فرض العقوبة اللي هي مو الحبس، الغرامة. الغرامة. اي راح تكون سبب في استمرار زواج القاصرات. نقطة جدا مهمة، خلينا ننتقل بها للأستاذ حسين. نعم. ماجد حسين. أستاذ حسين، ست سحر تقول اكو خلل بالتشريع وخلل بالتطبيق، ابتداء توافقها الرأي بأن اكو خلل بالتشريع بقانون الأحوال الشخصية؟ نعم، أوافق الرأي للأستاذة، والجناب اقترحت مفصلية جدا مهمة. نعم. اللي هي دائما احنا مثلا هسه دعوة بالبدائع وعندنا قاصر، من يدخل رعاية القاصرين؟ نعم. منو لازم اكو مؤسسة كاملة تتدخل بهذا الموضوع؟ زين ليش بالزواج ماكو؟ يعني بالزواج ايجاب وقبول، باوع عندنا عقد، شرط عقد الزواج الايجاب والقبول. نعم. وشرط ثاني من الزواج هي الاهلية، كامل الاهلية
أن يكون كامل الأهلية مو فاقد الأهلية، القاصر فاقد للأهلية. زين. كيف لنا أن نقبل قبول القاصر ها وهو فاقد للأهلية؟ هو غير مكتمل، هو غير مأخوذ برأيه، هو فقط مجرد إذا صارت حادثة يستأنس برأي القاصر ولا يشهد. زين. في القانون كيف لنا أن نأخذ من القاصر قبولا وهو قاصر وفاقد للأهلية؟ أما في باقي مفصليات القانون جميعها يجب تدخل الادعاء العام أو رعاية القاصرين في مواضيع القاصر. إذن أكو تناقض تشريعي. نعم نرجع السؤال، أكو خلل تشريعي؟ يعني هو مو خلل، هو مجبور التشريع أو فراغ؟ لا ولا فراغ. بحاجة إلى تعديل. ليش؟ لأن مصادر الأحوال الشخصية هو الدين. زين. مو بس الدين الإسلامي العفو ولا المسيحي، أديان، مجموعة أديان. يعني اليوم من يجي المسيحي نقول له تعال أقعد على الإسلام، لا، في محكمة مختصة اسمها محكمة المواد الشخصية. نعم. خاصة في أمور ودعاوى المسيح. فالأديان هي ليش؟ لأن القانون، القانون مصدر من مصادر، أرجع وأقول لك الدين. نعم. اليوم ليش ما إحنا نكون عندنا قانون مدني، قانون مثل ما موجود بتونس؟ مو يعني أستاذ حسين، هاي راح ناخذنا المفصل ثاني وتفصيلة قانونية وعندنا هواي أسئلة. خلينا ننتقل بالسؤال اللي راجعي لك أستاذ حسين، إذا عندك هواي حكي بعد، بس أسئلتنا هواي والموضوع به هواي مفاصل. ست سحر الهاشمي، يعني أنت امرأة وبالتالي تعرفين المجتمع اللي عايشة به وتواجهين نفس الضغوطات، وهذا يأخذنا السؤال، ما هي أسباب زواج الفتيات في سن المبكرة بوضوح بصراحة؟ ليش يزوجون البنات وهن بعمر صغير؟ أول سبب الأسباب يتهربون من مسؤوليتهم. بالضبط، الأسباب المادية السبب الرئيسي. السبب الآخر الأعراف يعني العشائرية والقبلية الموجودة اللي ينظرون للمرأة دائما بنظرة دونية، العفو يعني. زي. دائما ينظرون للمرأة أنه هي إذا بلغت وإذا كانت بالضبط وإذا اكتمل تكوينها الجسماني أصبحت طبعا النظرة الدينية أصبحت عورة. إذن إحنا عندنا أسباب كثيرة قبلية عشائرية عرفية دينية وأيضا مادية واقتصادية. بالأمانة ماكو أي نص ديني أو قرآني أو حديث يقول المرأة عورة، وإنما هذا عرف مجتمعي نسبه للدين، والدين منه براء. بالعكس، الدين إجى من عود البنات. نعم. دفن البنات كرم المرأة الإسلام أستاذ. نعم. لكن ينظرون للمرأة أنه هي مثلا إذا تريد تسافر، خلينا نكون واقعيين، الدين محرم إلا محرم مثلا. زين. صح لو لا؟ من ملابسها الهيئة الخارجية لها كلها تحكمها الظروف الخارجية، عندك الاجتماعية الاقتصادية حتى السياسية أستاذ. زين. إحنا مقوضين دور المرأة بالمجتمع، لذلك يقول لك أنا أخلص من مسؤوليتي، نحكيها بالعامية، أذبها براس رجال، أذبها براس رجال بالضبط. وهي من أسباب يعني زيادة حالات الطلاق الموجودة بالوقت الحاضر هو زواج خلينا نقول الأطفال المبكر وليس القاصرات أكثر. طبعا لفظ القاصر هو نقول أكثر وأوسع شمولا، من لأنه عندك المجنون قاصر، عندك ناقص الأهلية المحجور بأمر من المحكمة هو قاصر، لأن القاصر يدور وجودا وعدما مع الأهلية، وجودها أو انتفاء أو ناقص الأهلية. نعم. صح لو لا؟ عندك الطفل اللي هو العمر الزمني حدده. واضح. سي السحر، الطفلة بهالعمر هذا، يعني تعرفين الإنسان بمراحل تكوينه، الطفل بهالعمر يعني يريد يلعب، يريد يتونس، يريد يتعلم، تريد يصير مراهق، يطلع على الدنيا، تريد يصير مراهق، يريد يفتهم بالدنيا شنو، وبالتالي تلقى نفسها على ذمة رجل ولازم عندها التزامات يعني متعددة تلتزم بها المرأة. شنو تعليقك عن هذا الموضوع؟ مرات تشوف رجل كبير السن مثل ما شفنا بهواي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي طفلة صغيرة، ويطلبها للفراش ويطلبها بأمور أخرى. هذا اغتصاب. شنو نفسيتها هذه؟ اغتصاب للطفولة. هذا اغتصاب للطفولة. السحر تقول. أستاذ حسين شنو رأيك؟ هل هو اغتصاب للطفولة فعلا؟ مش الطفولة، للإنسانية. هاي جريمة إنسانية أنا أعتبرها. جريمة إنسانية. جريمة. أنا اليوم يعني المرأة مو بس أنظر لها للفراش. زين هو جاي يشاركها أفكاره، هي تفتهمه، هي تعرف شنو مشاريع الاقتصادية، تقدر تقول لها هذا فارق. أكو فارق، تقدر تقول لها هذا صحيح. نعم. تقدر تقول لها هذا هاي ملابسك مو حلوة،
هي ما تعرف زين. هي طفلة هو هنا جايب له ماكينة جنسية، لعابة جنسية كي يمارس رغباته الجنسية ويخرج فقط. موت على الأسرة مثل ما علقت على مقطع. فأنا بالمناسبة هذا الموضوع ينرفزني. يعني ليش ينرفزك؟ ينرفزني يعني أنا أنت عايش بهذا المجتمع ولا تشوف يمكن على مستوى مو شرط المجتمع الآن بيصح على... مو شرط مو شرط أنا صاحب المجتمع يعني زي. كل شيء يسوي المجتمع صح؟ أكيد لا مو صح. مو صح أخي العزيز. اليوم إحنا إذا هو الأب الميتة إنسان يعني على قده، على قده. الأم كذلك عنده 6 بنات 4 ولد، الحياة الاقتصادية صعبة وهو الفقير، عنده فقط الجنس مجاني، لذلك تباوعهم يخلفون هواية فتباوع عليه، عنده هواية بنات يريد يخلص، اجت قسمتها. يقول لك أنا مثل ما تفضلت الست أنه أذبها يا رجل، أوكي تزوجت راحت البيت رجالها كم سنة وترجع لك مطلقة وياها 2 أطفال، زارت المسؤولية كم سنة؟ قل لي 3 سنوات ترجع لك وياها 2. زين. هنا انت الشهرة ايش راح تسوي؟ راح تظل شو تسوي؟ حول عمامك على ذولة، هذا خرب ويا هذا، جيبوا السلاح دقوا بيت هذا، وهاي تريد يسقطون الغايب مالتها، والام يردون يسلبون الحضانة. هي طفلة وخلفت وصارت قدام امر واقع، صار خلينا نقول عمرها 14 سنة. زين. عرفت شنو الامومة، تيجي تسلب من عندها اعز شيء عندها بضغط عشائري بياخذ فلذت أكبادها الأولاد. نعم. هي ضحت بشبابها، ضحت بمراهقتها قبلت الزواج، هي ما واعية ما تعرف، صارت أم، صارت عندها غريزة الأم، تجي تسلب هنا، هاي تدمرت تدمرت. فأنت أنا بس أوجه رسالة إلى جميع الآباء والأمهات والعشائر، يجب أن يكون هنالك تدخل عشائري ضد هذا الموضوع، لأن احنا بالقانون صعب نشرع قانون ونحدد موضوع الزواج. فالعشائر يا عشائرنا الكريمة، زواج القاصرات والأطفال يعتبر جريمة بحق الإنسانية والطفولة. أتمنى من كل الناس اللي جاي يشاهدني، منظمات المجتمع المدني، أن تتدخل بهذا الموضوع. وصلت الرسالة إن شاء الله أستاذ حسين. خلينا ننتقل ست سحر الهاشمي. هل يمارس العرف الاجتماعي قتل ممنهج للطفل العراقي؟ نعم بالتأكيد، العرف الاجتماعي هو السبب الرئيسي لموضوع زواج القاصرات. لأن قلت لك مثلا قبل شوية، المرأة هي الحلقة الأضعف بالمجتمع، إيش قد ما تريد توصل بالدراسة، إيش قد ما تريد حتى يعني مناصب سيادية تأخذ، هي تبقى ينظروا لها بنظرة دونية، هاي حقيقة ولازم نقبل بها. فلذلك نظرة المجتمع للأسف القبلية وليست الدينية للمرأة نظرة يعني القوي للضعيف. هناك سلطة عشائرية، سلطة ذكورية، ويعني وخضوع، خلينا نقول خضوع يعني شلون أنثوي بهذا الموضوع. فمرات حتى الإكراه ما يكون إكراه خلينا نقول مادي، لا، يصير أكو تغرير بموضوع زواج القاصرات. هي طفلة يضحكون على عقلها، أحصرين عروس، تلبسين بدلة وتصيرين حلوة وتخلي المكياج يغرروها. وبالتالي بالتالي اللعبة بعقلها وافقت، أكو واقعة صارت أمامي وأريد تعليقش عليها، أنا ما أقدر هنا أطرح أي رأي كوني مقدم البرنامج، ولكن أريد تعليقك وتعليق أستاذ حسين. نعم. في إحدى محاكم الأحوال الشخصية في بغداد وقبل شهر مو أكثر، أحد الآباء قال البتة واقفين قدام القاضي طبعا، قالها تريدين تكملين دراستك لو تكملين دينك، طبعا هو من باب المزاح، زين شنو وين الربط بالموضوع، تريدين تكملين دراستك لو تريدين تكملين دينك؟ تعليق حضرتك. ما له علاقة الدين بالدراسة. يعني لا مو الدين بالدراسة، هو قال الدين الزواج، يعني تكملين يعني دينك، يعني تكملين دراستك تريدين لو تكملين دينك. واحد شاب مزحة بس دي يهددها بالحقيقة، هناك تهديد مبطن انه لو تتزوجين وانت وزوجك تكملين دراستك او ابطلش اذا ما تزوجتي. فهنا صار إكراه معنوي للطفلة أمام القاضي. سحر سمعت الواقع اللي صارت، رأي رأي حضرتك؟ طبعا هي يعني تكملين دراستك لو دينك، هي أكيد قاصر. أي قاصر طبعا، أكيد قاصر. هي ما تعرف، هي تباوع المدرسة عبارة عن مسؤولية ودراسة، ولي أمرها كان موجود والأمانة كان عمرها دعسة. يعني خيرها بين شيء بين شيئين يعني متناقضات نقيض. الدراسة هي عبارة عن حياتها تكوينها. هسه الست تفضلت قالت انه النساء معنفات ومضطهدات والحلقة الأضعف،
احنا الحل شنو؟ ان تكون المراه مو هيك، استقلي اقتصاديا. استقلي اقتصاديا المراه المستقله اقتصاديا. حضرتك بتقول هي طفله بعدها. انا جاي احكي على موضوع النساء بعيدا عن الطفله، راح اجيك على الواقع. اجيك على الواقع. مو انا يعني استمع منك ومن جناب. نعم. السيد. لا لا طفله صغيره. هي كانت. نعم. يعني طفله صغيره يعني يعني تهديد يقول لها انت يعني تكملين دراستك لو دينك زين الدين شاليه بالموضوع. ما عليه مو كل متزوجين هم مكملين دينهم، بالعكس اكو دينه ينقص من خلال يقوم يضربها يقوم يعنفها يقوم يؤذيها يقوم يخونها الى اخره، فبالعكس. طيب استاذ حسين خلينا ننتقل للست سحر، اضرار الصحيه التي تنتج عن هذه العمليه الجنسيه لطفله صغيره، هل هنالك اضرار صحيه؟ نعم. بعدين ناخذ الاضرار النفسيه، اضرار صحيه راح تتولد. نعم. عن هذا الفعل هناك اضرار صحيه جسيمه على جسم الطفله بعمليه الزواج. شلون احكي لنا استاذ؟ مرات حتى توصل الى نزف حاد اثناء الممارسه، تعرف الجنسيه. واضح. لأن جسمها وتكوينها الجسماني ما يتحمل هذه العملية. زين. فمرات حتى يتوقف قلبها عن سرعتها، جهد أكبر من طاقتها. نعم. فسرعتها مثلا سكتة قلبية أو نزيف حاد يؤدي إلى الوفاة. زين. يعني هذه نتائج خطيرة على التكوين الجسماني للطفلة بهذا العمر. العملية الجنسية لأطفال دون سن التاسعة يعني لها آثار وخيمة تؤدي إلى يعني الموت. تعتبريها جريمة. جريمة بحق الطفولة. موت على الأسرة أستاذ. هي زواج الطفل دون سن التاسعة أو حتى دون سن 15 هو موت على الأسرة. يعني نقدر نقول هي جريمة لم يشرع لها القانون نص. لا بالضبط. جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لا. ماكو أي تشريع جرم هذا الفعل. أي تشريع، لذلك نطالب بتشريع خاص يعاقب حتى رجل الدين اللي يعقد عقد زواج خارج المحكمة إلى قاصر. طيب سي السحر، نريد نعرف الأضرار النفسية لنفس قلتي الأضرار الصحية، الأضرار النفسية هاي الطفلة ايش راح يصير بنفسيتها؟ من بيت أهلها والدلال بيت الأهل. نعم. إلى مسؤولية ورجل، ودائما تكون بيت عيال يعني العرف الاجتماعي العراقي. لا تتصور واحد مدلل بنته يزوجها قاصر. حلوة. لا تتصور. هذا يريد يخلص منها. يريد يخلص منها. قتل الأحلامها. زين. الأحلام بالطفولة والأحلامها المستقبلية وتحويل أحلامها الوردية إلى كوابيس. نعم. زواج الطفلة. راح تدخل يعني راح سرعتها انتقاء. إحنا الإنسان الطبيعي يتدرج طفولة مراهقة سن الشباب، هي رأسا من طفولة إلى مسؤولية كبيرة اختصروا عليها المسافات وبالتالي حطموا مرحلة عمرية مهمة من حياتها. جوز تكون بشيخوخة نفسيا، بشيخوخة مو يعني شيخوخة في سن الطفولة. بالضبط. شيخوخة في سن الطفولة. تشيخ في سن الطفولة. وسال حسين هسه قبل قليل قال جملة مهمة، قال اللي يدلل بنته ما يخليها بهالمطب هذا. استاذ حسين، القانون العراقي هسه ست سحر تقول بانه لازم يعاقب رجل الدين اللي يعقد زواج خارج المحكمه، زين المحاكم العراقيه ليش جاي ينتظرون الشخص يعقد وبالتالي يحيلوا للتحقيق ويعاقبوه غالبا ما بالغرامه، ليش ما يعاقبون رجل الدين اللي يمارس هذا الفعل؟ اولا احنا راح نتفق على شغله. وهي الامثال تضرب ولا تقاس؟ تضرب القاس. هاي راح نختلف عليها. هسه أريد أوصل الفكرة على مود ما حد ينزعج. نعم. من المثل. زيان. القطار هو القاضي والقانون هو السكة. ولا يستطيع القاضي الخروج من السكة. زيان. تمام. القاضي ما يقدر يحكم بآراء ومشاعره. ممكن قاضي ما موافق على هاي الحادثة، بس هي واقعة يجب أن تصدق. زيان. واقعة موجودة حصلت، لازم هو شنو العقد قانوني يعني يحفظ حقوقها القانونية من إرث، من غايب، من حاضر، من نفقات إلى آخره من هالحقوق الشرعية. فهو مجرد الواقع يصدقها كقاضي. احنا وين نرجع؟ نرجع على قانون العقوبات. ومثل ما تفضلت الست همينا خرق بالتطبيقات مو بس التشريعات. زين. أنا هسه أتحدى قاضي موجود حكم شخص عاقد خارج المحكمة مجرد وجد الغرامة 200 دينار، يعني مو 250 مو ربع دينار، 200 دينار. تمام. فموضوع روتيني، يجب أن نعدل هذه المواد، يجب أن يجرم أكثر وتكون العقوبة أكثر على العاقد خارج المحكمة. ليش؟ نعم. لأن اليوم العقد خارج المحكمة
انا احكي بكل سلاسه وكل بساطه. الهواء لك واحنا نسولف، فانا اسولف وكانه ما قاعد اسولف ويا الناس بكل سلاسه. اليوم هو عقد خارج المحكمه، اجى صدق، حللوا دمهم، شافوا متطابق، ممكن راح يصدر عن هذا الزواج اطفال ذوي احتياجات خاصه، ممكن يصير من ذات الهمم وغيرهم وغيرهم. ليش؟ لان دمهم ما متطابق، الزوج والزوجه، واجوا وعقدوا هنا بالعقد الشرعي العادي. قابل رجل الدين يدزهم على مختبر ويحلل لهم مجرد قبلت التزويج، مهر المقدم، مؤخر، قراله ايتين، انتهى العقد، راح قراله ايتين. وخلقنا من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. خلينا نرجع شويه للمنظور الديني. انت ليش تطببنا من المنظور الديني؟ لا، مو اكو فتوى جدا مهمه، فتوى جدا مهمه للسيد علي السيستاني، طبعا هي تاريخها 2019، مو اليوم. هي مو فتوى، لا، احنا بالمنظور العرفي ده احاجي، كان نريد كل الناس يفهمون، هو سؤال وجواب. وبالتالي يا ريت زميلنا المخرج يعرض لنا على الشاشه ان عرضت كل المشاهدين، خلي يشوفون السؤال الاخير هنا. الفتوى للسيد علي السيستاني قالت لازم يراعون حاله القاصر، وبالتالي خلينا نرجع للقانون حسب الفتوى المنظوره. هو رأي لسيد المرجع السيستاني، نعم، الله يحفظه ان شاء الله. نعم، هذا الرجل انسأل على موضوع تقرير بالبي بي سي، زين، فصارت هاي الفتوى. هو ايش يقول بالفتوى؟ البلوغ الشرعي، زين، ايش قد البلوغ الشرعي؟ نعم، هم 9 سنوات، زين، يعني نفس الموضوع. بس نعم واضح، بس بالنهاية الفتوى طبعا كلام المرجع، اي كلام اي جواب، هي احنا المفروض نستغل هذا الموضوع والرأي، لأن رأيه كلش مهم هذا الرجل. نعم، بالتالي قال روحوا للقانون، هو اللي يعرف، هو اللي أصلح. إذن الرجل متوافق ويا آرائنا، يعني آرائنا اللي صار لنا سنين نطرحها ونقول يا بالزواج وكذا. إذا الرجال الديني اللي يعقدون خارج المحاكم ويشوف قاصر ومجرد على قولتك طفلة وطوها كلمتين وقالوا ها هي، هذا يجب أن يعاقب رجل الدين، ويجب أن يعاقب الأب اللي يقوم بهذا الفعل. من يعاقبه؟ خلينا نشوف من يعاقبه. يم ست سحر الهاشمي. نعم استاذ، الهواء لك. استاذ، بالنسبه قلنا لك ماكو اي نص عقابي يعاقب زواج القاصرات، زين، بما انه الزواج خارج المحكمه هو جمله وتفصيله، هو جريمه ومعاقب عليه القانون. ما اختص به قاصر، هو قاصر ام بالغ هو جريمه، زين، لكن قلنا لك هناك تراخي في تطبيق العقوبة، فهذا يكون بكل محاذير زواج القاصرات راح يكون يعني سبب من أسباب تراخي العقوبة، سبب من أسباب إنه استمرار زواج القاصرات. زين، من يعاقبه؟ قصدك رجل الدين؟ ماكو نص عاقبه، لذلك احنا نطالب بتشريع جديد، يعني مثلا قانون العنف الأسري، وفي نص عقابي بهذا الموضوع. نعم، قانون الحماية من العنف الأسري، أو تعديل قانون الأحوال الشخصية. إحنا راح نرجع للمربع الأول، قانون الأحوال الشخصية هو أحد مصادره هو الشريعة الإسلامية. نعم، الشريعة الإسلامية هي لا مانع لزواج الطفلة اللي هي دون 9 سنوات، أيضا هناك فخاذ رضيعة، والأكبر من 9 سنوات أيضا موجودة لحد 15 سنة. أنت من تجي للقانون، والمادة الثامنة يقول إذا أتم 15 يجوز طلب من القاضي وكذا لآخر المادة القانونية أنه يمنح حجة زواج قاصر. إذن أي بالضبط، تقارير طبية. إذا رجعنا للمربع الأول، الشريعة، هاي المادة مطابقة أيضا. نعم، للشريعة الإسلامية أستاذ. هذه المشكلة برمتها، اعطينا الحلول قبل لا نرجع للسابق. الحلول هاي المشكلة، أكو قاصر، أكو قوانين ما تمنع، أكو بعض الآراء الفقهية التي تجيز ذلك، أكو. نعم، أهل، مو بعض، كل الآراء الفقهية، ما نقدر بالمذاهب الأربعة. أنا أحكيك إذا سمحت أنا لي، عذرا للمقاطعة، بس اسمح، كل الأمور الدينية بعد ماكو رجل دين حاضر حاليا ويانا، وبالتالي إيه؟ من أفتى إيه بغير علم فقد كفر، فما نقدر. نعم، نلزم بهذا الشيء. خلي راجعون أكو آراء، أكو آراء، أكو مذاهب، وهذا المسألة جدا بالشعبة، وبالتالي احنا عرضنا كرأي جامع، عرضنا هاي الفتوى الشرعية. اي، وطبعا كل واحد عنده رأيه الديني الفقهي، عنده مرجعه، ونحترم جميع الآراء. اعطينا الحلول يا ست سحر الهاشمي. الحلول هو تشريع قانون العنف الأسري، ويتضمن نص عقابي. قانون الحماية من نعم العنف نعم الأسري. نعم، نعم، العنف الأسري، وبنص يعاقب زواج القاصرات. زين، اما إذن هذا واحد، هذا حل تشريعي. هذا حل تشريعي.
أما تعديل قانون الأحوال الشخصية بسن الزواج يعني نلغي مثلا تشريعي بعد اريد نسمع منك تريد يعني شنو هاي حلول تشريعيه بعد اريد نسمع رايك التطبيق تطبيق الفقره الماده العاشره فقره خامسه بحذافيرها بنشدد العقوبه يعني هي مو حبس حكمه يعني نعم. يعقد خارج المحكمه النص القانوني للماده العاشره معاقبه رجل الدين لو يكون تعديل عليها انه يعاقب رجل الدين طبعا استاذ اريد اعرج على شغله احنا ليش نستصعب تشريع جديد او نستصعب تعديل القانون بحجه انه القانون هو مصدر الشريعه الاسلاميه مو حتى الشريعه الاسلاميه يكون بها تعديلات حسب المكان والزمان المتغيره بالضبط النسخ هو حكم شرعي يعالج مشكله معينه يلغى في بحكم جديد سحر تقولين حضرتك بان اكو حلول تشريعيه وحلول تنفيذيه لتطبيق القانون بالضبط لتطبيق القانون بصوره حلول صحيحه حلول دينيه للتفسيرات نعم. الفقهيه لان الزمن دا يتطور نعم لا تنسى القاصر هي تدور وجودا وعدما مع الاهليه والقانون اعتبر من اتم الخامسة عشر وعقد باذن من القاضي هو كامل الاهليه وبذلك يعني دا تدعين بصوره غير مباشره الى احترام الطفوله بشكل بالضبط. مباشر بالضبط الطفل هو العمر الزمني الحدث وتعرف انت احنا ما اريد ندخل بحيثيات وتفاصيل القانون اللي تداول الصغير والحدث والطفل طبعا اكو فرق والصبي والفتاة كلها يعني لها معنى معين وإلى حقوق وواجبات اكو سؤال مهم زميل المخرج اذا يسمعنا جد بقى عندنا وقت اكو سؤال جدا مهم حضرتك خمس دقائق فقط بصورة سريعة حضرتك أشرت النقطة مهمة أنت تدعو إلى المدنية في الزواج وإحنا عندنا بالعراق تعرف الشريعة الإسلامية هي الشاملة الجامعة اللي تشمل قانون الأحوال الشخصية واللي اعتبرها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 مصدر أساسي من مصادر التشريع وبالتالي كيف نتجه إلى المدنية في الزواج؟ طبعا انا اعتبر المجتمع مثل طبيب ومريض واحنا افهم بمصلحتهم هذا الموضوع للمجتمع هذا الموضوع اصلح للمجتمع افضل للبنات يعني يوم انت من تروح للطبيب ما تقول له اعطيني الدول الفلاني هو يحدد مو اكو مشاكل انا اعتبر الطلاق ظاهره هسه احنا تطرقنا للبنات بس ما جبنا انا تمنيت ان نرجع للرجل الفتى الصغير هو مو قد المسؤولية هو صغير هو ما قادر ما مستقل اقتصاديا رأيه ما كامل فهذا صغير وراح يتزوج هذا احنا نشوف الحل إليه أن نمنع الحلول لموضوع الطلاق والزواج القاصرات هو أولا تشريع قانون وتعديل تعديل قانون الأحوال الشخصية مو تشريع أيضا حل تشريعي تعديل قانون نعم الأحوال الشخصية نعم. نعم عن طريق الطرق القانونية ثانيا زيادة العقوبة على الزواج خارج المحكمة وأكو نقطة كلش مهمة أكو رجال دين يعقدون هم ذولا ما مصرحين وما عندهم هويات قانونية نعم عذرا نعم. يعني رجال الدين أو المشاهدين الكرام اللي يحب يشارك ويانا ما تبقى من وقت البرنامج أكو الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم اللي يحب يشاركنا عبر التليجرام اللي يحب يشاركنا بالاتصال المباشر ويشارك ضيوفنا الكرام حول هذا الموضوع المسألة مهمة اللي قلت عليها أستاذ حسين تفضل أكو رجال دين غير مصرحين غير بالكاظمية تحديدا بالكاظمية وبمناطق هواي رجال دين غير مصرحين هناش سووا ذولي عقدوا يعني بشكل غير رسمي اسمعني لا هو رجل دين اوكي لابس عمامه مو هاي مشكلتي لا مو تقول غير مصرح غير مصرح وين لازم يكون خبير قضائي عنده هويه تصريح من مجلس القضاء الاعلى بانه يعقد ليش على مود يكون عنوانه وعنوان مكانه اللي يعقد به موجود ليش لان اكو زوج مثلا عقدوا يمه وهذا الزوج راح عاف الزوجه اجاه طفل هاي تريد تصدق الواقع الشهود مو موجودين المهم نرجع الى رجل الدين زين اذا رجل الدين هذا غير قانوني شلون انا احصله راح نقع بمشكلة قانونية فيجب أن يلتفت مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام والرقابة القضائية علما لهذه الأكشاك لرجال الدين هذه الأكشاك تحدث فيها مصائب طبعا أحب أعرج على كلام الأستاذ طبعا العقد عقد الزواج اصلا بالشريعه الاسلاميه وحتى عندنا احنا الجعفرية لا يشترط وجود رجل دين وانت تعرف استاذ واجابه قبول اليوم اثنين ذكر وانثى يوقفون واحد يعقدون طبيعي بدون رجل دين زين استاذ
بالشريعة. بس حتى القاضي أحيانا يطلب رجل الدين في دعاوى في تصديق دعاوى تصديق الزواج يطلب رجل الدين، لكن إذا حالة الخصومة أستاذ إذا يرجع للشريعة النساء مصدقات على فروجهن. نعم. فإذا يعني أقامت دعوة تصديق زواج ويعني تمشي الإجراءات القانونية بحق الزوج حتى لو ما كان هناك رجل دين فيصدق هذا الزواج. الزواج يصدق إذا كان بإشهار وبدخول بعلم يعني ناس هناك شهود على الواقع. أنا عشان حالة صارت وياي ترى. نعم. حالة بالمحكمة إنه رجل ما يعني صعب أثبت وين. ظلينا نفتر على رجل الدين يلا حصلنا زين. فيجب أن يكون في حال عدم وجود رجل حال في حال نعم هاي متفق وياك أهي أستاذ النساء مصدقات على فروجهن متفق أنا نعم. كلش ما مختلف وياك بأنه يقدر يصدق الزواج في حال فقدان وجود رجل الدين. رجل الدين مات هنا عندك الصور اللي موجودة مال العرس عندك الطفل إذا كان موجود إذا كان زواج سري شلون أستاذ إذا كان ماكو عرس ماكو رجل دين مثل ما تفضلت الست النساء مصدقات على فروجهن ويصدق الزواج. ويصدق الزواج هاي ما عندنا أي إشكال بها بس أنا أحكي وين أن يكون هؤلاء رجال الدين يا أخي أستاذ إحنا لو نلغي هذا الموضوع زواج مدني أفضل هاي أحلام هاتفي. هاي أحلام ما تصير هو إحنا عنف أسري طلعوا تظاهروا ناس يعني ما عندهم معرفة بالقانون نساء كبيرات رجال دين ما قارين القانون مجرد إنه يردون عدنا اتصال هاتفي زميلنا مخرج يقول ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة حياكم الله. رايحيك أنا عندي بس يعني زوجها عمرها 17 سنة نعم وزوجها مواليد 96 يعني أكبر منها نعم فأولا لديها أنت جاهل ما مسؤول منها مويا وحاليا هي يعني يم زعلانة نعم يعني أهلها وهو ويا أهلها يعني يصيرون كلهم عليها زين يعني ما أدري يعني الزواج يعني 17 يعني هاي هم فاصلة بها أنت جاهل وهم كلهم يعني يصيرون وياها ويا عليها نعم هي حاليا يمج لو يم العيال حاليا يمج لو يم العيال اي نعم يمج يمج حاليا هي عندها اطفال لا لا هي صار لها 8 اشهر من الزوجه صار لها 8 اشهر ويانا اثنين محامين وثلاث محامين نقدر نقول وراح يجاوبوك بشكل مباشر تحبين تتواصلين ويا احدهم نعم حابين تتواصلين ويانا السار حسين ويانا السحر خلينا نسمع السيد حسين ابتداء السيد حسين ماجد وياك هي سؤالها قالت بانه عمرها 17 سنه همنا نعم. قاصر هم اصلا ما رايديها مو موضوع قاصر او بالغ هم اصلا ضدها هم العيال اللي موجودين امه ياسيل الزوجة يشتغل انا متاكد الرجل نادر ما يشتغل هذا رجلها طبعا للاسف انقطع الاتصال انا متاكد لان اغلب الحالات تجيني ليش هاي حجج لان ماكو مقدره ماليه هم مفتهمين الزواج بدله بيضاء هو لبس قاط صارت زفه زيان. صار دخول ها هي لا الزواج وراك مسؤوليه انا اعتبره دوله مصغره دوله مصغره بها اقتصاد بها امن بها بشكل مختصر صار حسين وايضا ست سحر جاوب المتصلة الكريمة اللي اتصلت طبعا ما طبعاً سؤالها ما فهمنا ما فهم هي تبحث تقول بأنه عن حقوقها تبحث عن حقوقها بس أتمنى ما تخلف بيتها تتمنى ما تخلف أتمنى هسه ما يصير طفل شو تسوي هسه حاليا أستاذ احنا ما عرفنا احنا ما عرفنا شلون عقدت أصلا هل زواجها عرفي هو للأسف انقطع الاتصال هسه هي حاليا تقول بنتي صار لها 8 سنوات إذا كان زواجها عرفي خارج المحكمة 8 أشهر عفوا تقيم تعرف أنت أستاذ لازم بها حجة وصاية إذا والدها موجود تصديق زواج خارج المحكمة حتى بعدين تقدر تنفذ إذا كانت على المذهب الجعفري تأخذ الغايب مالتها تنفذ نرجع عليه. بس خلنا نأخذ اتصال ثاني خلنا نأخذ اتصال وألو الو الو حياكم الله السلام عليكم عليكم السلام حياك الله من ويانا السلام العزيز من ويانا الو 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 حياك الله من ويانا اسمك الكريم الله ابو حسين من الكوت يا اخي حياك الله ابو حسين تفضل ابو حسين تقريبا على كلام الاستاذ حسين نعم العشائر يعني العشائر 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 ترى ما عندنا هالمشاكل يعني نعم الله شاهد ما عندنا يعني 20 18 نزوجها 18 20 نزوج هذه أجل شيء المشاكل بداخل مدينة نعم اللي عمرها 16
15 اكو حتى 13 زين كذا داخل ميزان هم بالريف ترى ما عندنا هاي السوالف ما عندكم هاي السوالف خلي جابك استاذ حسين اللي طلاق نهائيا ما نتكلم عن لسانه خلي جابك استاذ حسين طبعا تحياتي لجنابك الكريم شيخنا والاهل الكوت جميعا وكل عشائرنا الكريمه على راسي ارجع للحلقه شوف انا طلبت من العشائر التدخل لان انا ترى انا حفزتكم ان تكونون ويا رايي انت هسه رايك ضد زواج القاصرات والعشائر ترى اكو ثلاث طبقات مو طبقه واحده استاذ حسين بس اسمع لي صح اتفضل هواي لك ابو حسين بس انسان ثقافي انسان داريس انسان واكو لا اكو الطبقه القديمه راحت صح هاي مال الفصليه ما فصليه انتهت هاي انتهت صح زين يعني عندنا الدريف هسه الموجود عندنا كذا انسان مثقف تلقى مدرس تلقى معلم تلقى استاذ ابو حسين اسمح لي اسالك سؤال حضرتك رايك الخاص انت مع زواج القاصرات لو ضده لا لا ضده ممتاز حي الله المشاكل هواي موجوده صارت نعم واضح ابو حسين شنو رايك يعني بالمجتمع العراقي بالكويت تحديدا اكو مثل هاي الحاله حاليا موجودة بداخل المدينة موجودة عندنا طلاق شنو أسبابها ليش؟ بنية صغيرة ليش يزوجوها؟ تعرف هاي الشباب الغار ويقروها انت راح تصير عروسة راح تصير مدري شلون ويزفوك ومدري شلون يجذبوها بعدين تلقى الأمور هناك هالشكل زين اكو بيت واكو مسؤولية واكو نعم يصير يعني اكو مشاكل بيناتهم شكرا 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 أبو حسين حياك الله وخلينا ناخذ اتصال آخر وألو الو حياكم الله تفضلوا من ويانا طبعا على الموضوع هسه اللي خبرت قبل شويه يقول لي يعني الزواج ما تعرفنا باسمك حجيه انقطع الاتصال نعم اسمك الكريم اني اي نعم صبيحة احمد حيا ان شاء الله من وين عن القضاء التاجي حياكم الله يا هلا ومية هلا تفضل الهواء لك نعم وهسه هي يعني الزواج علاقه بالمحكمه قطعنا مهار ويعني صارت هي بالمحكمه قطعت المهار بشكل رسمي؟ اي نعم نعم وهم مثلا شادين حيل وياها يعني وما يعني كل يعني عائلتها يعني من رجلها يصير وياهم وهسه هي يم يجون علي يريد يرجعونها فانا حايره ارجعها ما اعرف يعني خاف يسوون بعد يعني فيها ايش نعم طبعا يعني اريد الحل من عندكم يعني شنو الحل الحل موجود ان شاء الله استاذ حسين تفضل ام العزيزه اول شغله ان تنفصل عن عيالها ببيت شرط من الشروط ان تكون ببيت مستقل هاي واحد حتى ما يقبلون لا اسمحي لي تدري ليش المشاكل تدخلات من العم من اخته من اهله لان هو صغير يتدخلون بحياته انا متاكد بنتك والولد هذا ممكن خلافاتهم بسيطه لو كانوا ببيت مستقل ها وبمساعدتكم انتم حتى اهل البنيه ويا الولد تكون انا اتحدى ما راح تصير مشاكل ثانيا هسه حاليا اذا رجعت بنتك اتمنى ما تصير عندها طفل لان هاي الحياه اللي هي دا تعيشها مو مستقره ممكن هذا الطفل راح يكون ضحيه طبعا استاذ حسين بعد اذنك هو مو الحل نقطع النسل وانما مو نقطعه انا ما اقدر اقول لك خلفين يعني اوكي هسه رجعت له ورجعت المشاكل وصار عندها طفل نعم واضح ست سحر شو تسوي مثل هيك حاله انا اضم صوتي وصوت استاذ حسين انه يكون لهم حياه مستقله في حال تقول لك ما يقدرون انا وياكم يكون لها بيت تقول لك ما يقبلون اذا الانفصال هو الحل قبل الانفصال يا ريت لو توضحي لها حقوقها الشرعيه حقوقها الشرعيه اذا كانت هي على مذهب الجعفري تستحق المهر المؤجل اسمعينا ست صبيحه ست سحر وياك نعم اذا كانت على مذهب الجعفري تستحق المهر المؤجل لها يعني تقدر تنفذ عليها باي وقت تاخذ اذا الاثاثه الزوجيه اللي هي يعني ضمن غرفة النوم وإلى آخره راح تطلق بس يسوي واحدة من ثانية ونفقتها المستمرة والماضية من تاريخ الترك فإذا تقدر تقيم هذه الدعاوى عليه ونشوف نتيجته ما أعرف ينفصل عنها أو يستمر بالحياة الزوجية ست صبيحة طبعا نتمنى بيتكم الكريمة ولكل عوائلنا العراقية الأمان والاستقرار ويعني المشاكل هاي اللي تصير للأسف الشديد طبعا قانون كفلها مثل ما تفضلوا الأساتذة كفل لها القانون العراقي بأن يكون لها دار مستقل ومؤثث بأثاث كامل
خارج اثاثها ايضا كفل لها النفقه الماضيه والمستمره وكفل لها الاثاث الزوجيه، وبالتالي ان شاء الله تنحل جميع المشاكل وحياك الله شرف فينا. اخر اتصال ويانا ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه حياكم الله، تفضلوا من ويانا. حبيت انا اشارك بالبرنامج هذا. حياك الله، من ويانا؟ اسمك الكريم؟ عادل محمد. عادل محمد حياك الله اخ عادل، من وين؟ من ميسان. حياك الله يا هلا باهل ميسان، تفضل هوا الك. انا طلبت دقتي والحاضر ثلاثه والغائب ثلاثه. نعم. المحكمة شو غرمتني 12 مليون هسه. عفوا بس الصوت ما واضح، عيد لنا صيغة السؤال. يقول لك الحاضر ماتي والغايب ماتي ثلاثة بثلاثة هسه جاي يدفع 12 مليون. نعم عليكم السلام، تفضل هوا إليك. نفقات متراكمة. يعني المحكمة شو غرمتني 12 مليون، الذهب قضيتين. القرار قضيتني. الغايب قضيتين. زين. واستلمت والنظام مشتكت عليه مرة ثانية. وحتى بالكمية طالبني. نعم. وانا ادفع لها نفقة، تعبت فطيتها، نفقة طيتها. زين. يعني هي سوينا الكمية وين؟ نعم. الكمية هسه بالعراق. واضح. اخ عادل، الاستاذ حسين وياك وست سحر وياك، وتفضل استاذ حسين. هو المفروض قبل لا يتزوج يعرف حقوق شنو اللي له واللي عليه بالقانون، هو ما يدري الا وقع بالمشكله القانونيه. الله قال هسه هو يريد حل، هسه الحل هو اكيد متاكد عليه نفقات متراكمه. زين. موضوع الغايب اللي هو المهر المؤجل. نعم. تلقاه بسنه قديمه قيم بالذهب. زين. ثانيا موضوع الاثاث، كل ما استخدم في دار الزوجيه بعد الزواج اباحه يعتبر للزوجه، فهي ممكن تكون جابت بيانات شخصية أثبتت أمام المحكمة بوصولات بأنه هذا الذهب وهذا الأثاث وهاي الأشياء إلها، وجزء أنت أنا متأكد الغائب مالتها قيم بالذهب. بيا سنة أنت متزوج؟ 2015 ما مقوم. ما مقوم بالذهب. نعم. لعد نفقات متراكمة أنت مطلقها لو بعد الحياة الزوجية قائمة. أنا طلقتها. يعني رجعي تعسفي، تعويض عن الطلاق التعسفي، مو طلقتها غيابيا. ما غيابيا، اذا هاي المشكله اللي وقعت بيها. خلينا نشاطر ست سحر بالسؤال، تفضلي ست سحر. هو تشوفين الوضع اللي يقول انا طلقتها غيابيا، وبالتالي تعرفين القانون. حقها نعم. حق السكنة جائز. نعم. طلقتها غيابيا. تعويض. اذا ما طلقتها لا تحضرين. هو توقعات بالآخر. هذا التعويض التعسفي. نعم هذا هذا التعويض أخ عادل بعد إذنك، هذا تعويض عن طلاق تعسفي، وبالتالي أقدر أوضح له شنو التعسفي؟ خلي تفضلي تفضلي السحر. طبعا التعسفي نفقة الزوجة خلال يعني سنة، مدتها سنة كاملة. زين. ليش؟ مو هو يفتهمني. استاذ عادل، استاذ عادل يريد الحل الوضع هذا. الحل يعني هو يحضر أمام منفذ العدل، يعرض تسوية. يعرض تسوية. نعم. مدخوله الشهري يعرض تسوية. إذا ما خلصت أنا أساعد تشارك، يعني كل ما خلصين. نعم. كل هذا مطينك حبيت تشارك في البرنامج. نعم. حياك الله. حياك الله. طالب الكمية، أنا مو عند الفلوس، خيرنا عند الفلوس. نعم. طالب الكمية استعلاقة قيمتها حاسبة استعلاقة الوحدة 1000 دينار، هو درسها بدل. من حق طالبك حتى بالجواريب عادي. نعم. كلش طبيعي. طبعا هذه اخ عادل حياك الله، شكرا. لابس داخلي عادي. نعم. طبعا طالبك فينا. نعم. ما تنشرني. واضح واضح، هسه راح نجاوبك نظره لضيق الوقت. حياك الله وحل حيا الله اهل الميسان، شكرا لمشاركتك. طبعا اخ عادل دي يقول الحقوق هاي كلها حقوق الانسان، من يروح يتزوج ترى يوقع على عقد، العقد مو مجرد اجراء روتيني بالمحكمه لتوقع على عقد، هذا انت تمضي على عقد، وبالتالي انت ملتزم بكافه بنوده، ايش قد الحاضر ايش قد الغايب ايش قد الالتزامات النفسيه والشرعيه والاخلاقيه اللي تلتزم بها تجاه الزوجه، وبالتالي كل اللي تفضلت فيه هذا للاسف الشديد انت طلقتها غيابيا، وبالتالي ملتزم بكافه التفاصيل. ما اعرف زمننا مخرج قرب، قعدنا وقت اربع دقائق انتهى الوقت. استاذ حسين كلمه اخيره بنصف دقيقه. كلمه اخيره، تعديل قانون الاحوال الشخصيه، تجريم الزواج خارج المحكمه،
ووقفه من قبل عشائرنا نصف والمجتمع. دقيقه او ربع دقيقه السحر الهاشمي حتى نظرا لضيق الوقت اضم صوتي لصوت استاذ حسين، نطالب بتشريع جديد حتى لا نكون مقبلين على كارثه اجتماعيه جسيمه وخطره. وما موجود اليوم تختلف وياه وتتعارك وياه يا استاذ حسين؟ لا ما تعارك. الشكر موصول لمشاهدينا الكرام عبر قناه دبليو تي في، والشكر لزملائي في الاستوديو استوديوهات قناه دبليو تي في الفضائيه. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا، نلتقيكم كل اسبوع الساعه 6 مساء. شكرا لضيوف الكرام الاستاذ حسين ماجد الخبير القانوني، حياك الله، والشكر موصول للسحر الهاشمي الاعلاميه والمحاميه، شرفتونا اليوم في قابل للاستئناف. مثل ما وعدناكم نلتقيكم كل يوم جمعه الساعه 6 مساء وقابل للاستئناف. محدثكم احمد الشمري، نلتقيكم الاسبوع المقبل في امان الله وحفظه.